لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 A new look to ancient art. A new look to ancient art أو نظرة على الفنون القديمة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل مع بعض شرح شابتر 2 لحد الآخر، هنخلص شابتر 2 مع بعض علشان الدرس الجاي إن شاء الله نبتدي ناخد شابتر 3 ونبتدي مع lesson 4 أو الدرس الرابع geoclothes. geoclothes أو الملابس الهندسية أو الأشكال الهندسية، الأشكال الهندسية اللي على القماش. طبعا geo هنا اختصار لكلمة geometry، geometry أو الهندسة، geoclothes أو الأشكال الهندسية اللي على الأقمشة المختلفة. طبعا بيكلمنا هنا وبيقول لنا patterns، patterns أو الأنماط. في أنماط من النقوشات والأشكال الهندسية والصور بتبقى موجودة على الكلوث أو الملابس أو القماش. طبعا الباترنز دي أو الأنماط دي بتبقى متكررة كأنها مطبوعة كده بشكل متكرر على القماش. فهنا بيقول لنا الباترنز دي أو الأنماط دي are woven، بيتم نسجها into cloth لشكل القماش by using color strands، by using color strands أو باستخدام خيوط ملونة، paints وألوان، or dye، or dye أو صبغة. يعني الباترنز دي أو الأنماط دي اللي هي الأشكال الهندسية المتكررة دي على الأقمشة المختلفة into cloth لقماش by using باستخدام color strands خيوط ملونة، paints أو ألوان، or dye، or dye أو صبغة. وهنا طبعا بيقول لنا في الاكتيفيتي الجميل ده write the name of each cloth pattern، اكتب كل نمط من أنماط الأقمشة الموجودة قدامك دي using the given words، مستخدما الكلمات اللي احنا مدينها لك. فهنا بيقول لك الwords اللي هو مديها لك floral، floral يعني رسوم وردية، strips، strips يعني خطوط، يعني القماش مخطط، zigzag، zigzag يعني متعرج. طبعا احنا عارفين الاشكال، احنا عارفين شكل الزجزاج كلنا. animal prints، animal prints صور الحيوانات، diamond، diamond او شكل ماسي اللي هو الشكل السداسي اللي بيطبع على القماش زي ما احنا عارفينه كلنا. فطبعا اول شكل من أشكال الكلوث المختلفة اللي مدينها لنا الكلوث ده هو عليه flowers كتير، فهل يا ترى هكتب تحت منه أنهي كلمة من الكلمات دي يا أصحابي؟ شاطرين، floral، floral أو وردي، شاطرين جدا. طب الشكل ده من الكلوث الموجود قدامنا ده الباترن اللي عليه اسمه ايه من الأسماء الموجودة هنا في الwords اللي مديها لنا؟ هل يا ترى هو ستريبس مخطط ولا زجزاج متعرج ولا انيمال برينتس اشكال حيوانات ولا دايموند شكل ماسي؟ شاطرين، طبعا ده دايموند او شكل ماسي اللي هو الشكل السداسي اللي شبه الماس. طيب الكلوث ده او القماش ده المفروض نسميه ايه؟ المفروض نقول على الباترن المطبوع عليه ايه؟ شاطرين، strips،
strips أو مخطط. strips أو مخطط. طيب الشكل ده اللي هو مديهولنا ده على الكلوز ده المفروض ان هو بقى زجزاج ولا animal prints؟ شاطرين طبعا ده animal prints لان هو شكل التايجر اهو، شكل الجلد بتاع التايجر او اللون الجلد بتاع التايجر زي ما احنا شايفين قدامنا. طب اخر واحد ده اللي هو قدامنا ده المفروض الباترن ده اسمه ايه؟ شاطرين طبعا زجزاج زي ما احنا كلنا عارفين لان هو متعرج زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. طبعا هنا اصحابي هو بيكلمنا عن الرو ماتيريالز. الرو ماتيريالز او المواد الخام. رو يعني خام، لسه ما حصلش عليه اي تعديل. وماتيريالز طبعا مواد. المواد الخام هي الحاجات اللي موجودة في الطبيعة حوالينا ما عملناش عليها اي تعديل علشان نخليها صالحة لاستخدامنا احنا. زي ايه مثلا؟ زي الحرير او السلك. السلك او الحرير ده او الحرير الطبيعي ده ما بيكونش موجود في الطبيعة بشكله كده، احنا بنجيبه عن طريق ان احنا بنستخدم السلك وورم او دوت الاز. السلك وورم دي او دوت الاز دي بنأكلها طبعا الورق بتاع التوت او المولبيري ليفز، وبعدين بعد ما تاكله بتكبر شوية وبعدين بتعمل حوالين نفسها حاجة اسمها كوكون. الكوكون دي او الشرنقة دي احنا بناخدها اول ما هي تحطها، اول ما هي تنسجها حواليها احنا بناخدها ونلمها. الكوكون دي هي الخيوط بتاعت الحرير، بنصنع منها بعد كده الخيوط بتاعت الحرير. بعد كده بناخد الخيوط بتاعت الحرير دي ونحولها لقماش اللي هو السلك او الحرير، وطبعا ده بيكون ناعم جدا وجميل جدا وغالي جدا، علشان كده هي حاجة مهمة جدا للبني ادمين. فدي القصة كده بتاعت السلك او الحرير. احنا النهاردة هنتكلم عنه في الجزء ده، وهنعرف ازاي بقى الرو ماتيريالز او المواد الخام احنا بناخدها ونعمل عليها بعض التعديلات علشان تنفع ان احنا نستخدمها في حياتنا احنا. فهنا بتقول لنا clothes او الملابس، الاقمشة are made from natural raw materials، هي مصنوعة من natural يعني طبيعي، raw materials مواد خام طبيعية. such as زي يعني مثل cotton القطن، silk الحرير، wool الصوف، and linen والكتان etc. طبعا الى اخره. فدي كلها raw materials، يعني الكوتون raw material، السلك raw material، الوول raw material، واللينن كمان او الكتان raw material. فاحنا بناخد الraw materials دي او المواد الخام دي ونعمل عليها بعض الحاجات كده عشان خاطر نقدر نستخدمها في الديلي لايف بتاعتنا او حياتنا اليومية. فهنا بيقول لنا اول حاجة سلك فايبرز او الياف الحرير. طبعا ده علم تشاينا، قبل ما نقول اول حاجة ده علم تشاينا او علم الصين. فبيقول لنا هنا سلك فايبرز او الياف الحرير دي are spun، هي بيتم نسجها into silk threads لخيوط حرير. ده الكلام ده فين؟ في تشاينا زي ما احنا شايفين قدامنا. بيقول لنا بيجي منين بقى السلك ده علشان نحوله للسلك ثريدز، للسلك فايبرز دي او الالياف بتاعت الحرير دي بتيجي منين؟ بيقول لنا سلك وورم او دوت الاز eats بتاكل مولبيري ليفز، اوراق التوت، اوراق شجره التوت، نيتيف الاصليه، to northern china اللي هي موجوده في شمال الصين. بعد كده السلك وورم دي او الدوت الاز دي spins cocoon بتنسج حواليها حاجة اسمها الكوكون او الشرنقة. بيجي بعد كده الناس هناك بيلموا الكوكونز دي، بياخدوا الكوكونز دي وهم مسمين نفسهم السلك فارمرز او مزارعين الحرير هناك، اللي بيربوا السلك وورمز دي او دول الاز ده مسمين نفسهم سلك فارمرز اللي هم مزارعين الحرير.
بيعملوا ايه؟ بيكولكت الكوكونز دول، بيلموا الكوكونز دي او بيلموا الشرنقات دي، وبعدين بيقول لك هما بياخدوها وبيعملوا عليها بعض العمليات كده وينسجوها، وبيقول لك بعد كده بيطلعوا فاين ناعم strong وقوي fibers الياف are the origin هي اصل of commercial silk هي اصل الحرير التجاري. الميزة الأساسية في السلك أو في الحرير إن هو يكون فاين، إن هو يكون ناعم، وبعدين كمان يكون strong ويكون قوي. طبعا دي الأوريجن أو الأصل بتاع الكوميرشال سلك أو الميزة الأساسية في الحرير التجاري اللي بتخليه عليه إقبال كتير وتخلي كل الناس وكل الدول تشتريه. وبعدين نرجع لرقم واحد مرة تانية وبيقول لك إن السلك فايبرز دي أو ألياف الحرير دي are spun into silk threads بيغزلوها بعد كده ويحولوها لخيوط الحرير، وده طبعا في تشاينا أو في الصين. وبكده نكون عرفنا المعلومات الجميلة والمعلومات المهمة دي الخاصة بالرو ماتيريالز أو بالمواد الخام. نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. في هنا جزء مهم جدا، هو بيقولك هنا impact of technology. impact يعني تأثير، التأثير بتاع التكنولوجيا عامل ازاي بقى على الصناعات المختلفة دلوقتي حوالينا. بيقول لك طبعا عملنا بسبب التقدم التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه حاجة اسمها الكلوثينج ماشينز او الماكينات اللي بتصنع القماش. طبعا زمان كانوا بيصنعوا القماش بايديهم على مغازل يدوية، وكان الموضوع صعب جدا علشان يعملوا قطعة قماش مش كبيرة بياخدوا فيها شهور ممكن اسابيع. هنا عملوا الكلوذنج ماشينز او الات صنع القماش، طبعا ميك ذا برودكشن بتعمل الانتاج فاستر بشكل اسرع. وكمان الكمبيوترز او الحواسب الاليه الكمبيوترز ار يوزد تو كرييت باترنز اند ديزاينز، وبنستخدمها دلوقتي الكمبيوترات دي علشان نعمل النقوش المختلفه والباترنز المختلفه والتصاميم او الديزاينز المختلفه على الكلوث او على القماش. فهنا بيقول لنا في الاخر الامباكت اوف تكنولوجي ده او تاثير التكنولوجيا ده، بيقول لك البرودكشن اوف فابريكس انتاج القماش نوت فروم ناتشرال ماتيريالز، قدرنا ان احنا ننتجه من مواد غير طبيعيه، طبعا زي المواد المتبقيه من البترول اللي هي بنسميها بالبلدي كده القماش الصناعي، زي اللي بنسميه القماش الصناعي او القماش المصنع، وطبعا كل الاثر عارفاه. فبيبقى قماش مش مصنوع ولا من الكوتون ولا من السلك ولا من اي ناتشرال ماتيريال، هو بيبقى مصنوع من مواد مصنعه زي ما قلنا بواقي البترول ومواد تانية. بكده نكون عرفنا المعلومه دي لانها معلومه مهمه جدا. نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. هنا بيكلمنا عن الفاشن، الفاشن او الموضه، فاشن فن الموضة والمرح طبعا. فهنا اتنين من اصحابنا بيتكلموا مع بعض عن النقوش والرسوم الجميلة اللي سابها الـ Ancient Egyptians او المصريين القدماء. فهنا هي بتقول له How did the Ancient Egyptians paint their walls؟ ازاي المصريين القدماء نقشوا ودهنوا الجدران بتاعتهم، الحوائط الكبيرة بتاعتهم، الجدران بتاعتهم. To communicate their ideas رامي، علشان يوصلوا أفكارهم يا رامي، إزاي عملوا كده؟ فرامي بيرد عليها وبيقول لها fingers الصوابع، الأصابع اليد were the easiest way كانت أسهل طريقة to apply paint إن هم يرسموا بيها. They also used block painting هم كمان استخدموا البلوك painting أو قطع صلبة علشان خاطر يرسموا بيها، اسمها البلوك بينتنج او قطع الصلبة الخاصة بالرسم. فهي بتسأله بقى بتقول له بلوك بينتنج يعني ايه بلوك بينتنج؟ فبيقول لها يس بلوك بينتنج القطع الصلبة الخاصة بالرسم is done by curving a design in hard substance هي عملوها عن طريق ان هم ينحتوا تصميم على مادة صلبة hard substance. طبعا carving يعني نحت، ان هم يجيبوا مثلا صخرة من الصخور كده تكون صغيرة مش كبيرة وينحتوها
على شكل ديزاين معين، رسمة معينة، مثلا شخص مثلا من الأشخاص بيتكرر في الرسومات بتاعتهم. وبعدين بعد ما يعملوا الديزاين ده يستخدموا البلوك بينتينج دي أو القطع الصلبة الخاصة بالرسم دي إن هم يطبعوا بيها الشخص ده في الرسومات بتاعتهم على الوولز أو على الجدران. فبيقول لها هم كانوا بيعملوا ده using طبعا hard substance أو مادة صلبة like wood زي الخشب مثلا، لأن الخشب بيبقى مش تقيل، خفيف، فيقدروا يعملوا بيه كده ويشيلوه بإيديهم ويطبعوا الرسمة دي على الجدران مرة واثنين وثلاثة. then rubbing paint، بعدين يملوا الديزاين ده بالبينت أو بالدهان on it عليه and pressing to another surface، ويضغطوا بيه على سطح تاني على الوولز يعني. so it is easy to repeat patterns، هيبقى بالنسبة لهم سهل ان هم يكرروا نفس النمط ده using this method، using this method، مستخدمين الطريقة دي. هو هنا شرح لها يعني ايه block painting او يعني ايه القطعة الصلبة الخاصة بالرسم. زي ما قالها كده هم كانوا بيجيبوا مثلا قطعة من الوود او من الخشب ويعملوا عليها ديزاين معين او رسمة معينة، وبعدين بعد ما يعملوا ديزاين ده ممكن يحطوا في الديزاين ده البينت او الدهان بتاعهم، الالوان اللي عايزين يستخدموها، ويكرروها على الجدران بشكل اسهل، وبكده يقدروا يعملوا الباترن ده مستخدمين الميثود دي او الطريقة دي على الجدران بتاعتهم. هنا في الجزء ده اهم حاجة عايزين نعرفها الـ origins of Egyptian music، اصول الموسيقى المصرية، origins يعني اصول Egyptian music الموسيقى المصرية. فهنا هي بتعرفنا بتقول لنا ancient Egyptians او المصريين القدماء paintings الرسومات بتاعتهم and artworks والقطع الفنية الخاصة بيهم involved music متضمنة الموسيقى played at religious ceremonies كانوا بيعزفوها في الاحتفالات الدينية religious يعني ديني ceremonies احتفالات هم كانوا بيلعبوا الموسيقى وبيعزفوا الموسيقى at religious ceremonies أو في الاحتفالات الدينية farms في المزارع كمان and even battlefields وحتى في المعارك في أرض المعركة كانوا بيعزفوا الموسيقى. فالموسيقى كانت مهمة جدا عند ال ancient Egyptians أو عند المصريين القدماء. ده الجزء ده هو المهم اللي احنا نعرفه هنا. هنا طبعا في lesson 6 sculpture in ancient Egypt أو النحت، فن النحت طبعا in ancient Egypt في مصر القديمة. فهنا طبعا التيتشر الجميلة دي واخدة التلاميذ الجمال بتوعها وعمل لهم طبعا تريب كده جميلة، وراحت بيهم عند البيراميدز أو الأهرامات وعند سفينكس أو أبو الهول، وبتكلمهم عن سفينكس أو أبو الهول وهو شكله عامل كده ازاي، وبتديهم معلومات جميلة قوي عنه. تعالوا نقراها مع بعض ونعرف المعلومات الجميلة دي. بتقولهم أول حاجة The Great Sphinx أو تمثال أبو الهول العظيم ده is a sculpture هو منحوتة من المنحوتات، هو تم نحته that has a body اللي هو ليه جسم of a lion جسم أسد and a head of a human ورأس إنسان فاروز خفرع، فاروز خفرع الفرعون خفرع. يبقى مرة تانية The Great Sphinx is a sculpture that has a body of a lion and a head of a human فاروز خفرع. دي أول معلومة عرفناها عن Great Sphinx أو تمثال أبو الهول الضخم العظيم ده. It faces the sunrise هو بيواجه شروق الشمس، وشه كده مواجه لشروق الشمس and guards the pyramids tombs of Giza وبيحرس قبور الأهرامات بتاعت الجيزة، هو موجود جنبهم كأنه بيحرسهم، كأنه بيحرس البيراميدز أو الأهرامات. It was curved 2525 BCE هو تم نحته سنة 2525 قبل الميلاد. It is huge هو ضخم about 73 meters long طوله حوالي 73 متر and 20 meters high وارتفاعه حوالي 20 متر.
its eyes العينين بتاعته are 2 meters طولها 2 متر لوحدها tall and its nose وأنفه is 1.5 meters والأنف بتاعته متر ونص before it was knocked off broken قبل ما تنكسر قبل ما يحصل لها كسر شفت هو ضخم ازاي it was built هو تم بناؤه to send a message علشان يبعت رسالة to stay away from the pyramids لأي حد ان هو يبقى بعيد عن الأهرامات أعداء مصر لما يشوفوه كده يعرفوا ان دي رسالة ان هم يبقوا بعيد عن البيراميدز او عن الأهرامات كان كنا عرفنا المعلومات الجميلة جدا دي عن سفنكس او عن ابو الهول نتلاقي للجزء اللي بعد كده خليكم معي طبعا في ليسون 7 هنا هو بيدربنا بقى ازاي نقدر نعمل سكالبتشر وازاي نجمع حاجات مع بعضها بحيث ان هي تدي شكل فني او ارت ورك عمل فني فهنا ارت ريفليكشن او الانعكاس الفن وهنا بيقول لنا طبعا كلمة جديدة لازم نكون عارفينها اسمها adhesive adhesive يعني مادة لاصقة هو بيقول لك هنا المادة اللاصقة اللي انت هتستخدمها ايه علشان تلزق البارتس او القطع اللي انت هتستخدمها في العمل الفني بتاعك فبيقول لك يعني ايه adhesive adhesive is a substance هي مادة that sticks بتلزق materials المواد together مع بعضها دي كلمة جديدة مهمة وهو بيقولها لك لوحدها كده as a note او كملحوظة لوحدها فهنا بيقول لنا share your sculpture شارك المنحوتة بتاعتك with your friends مع أصدقائك to receive their feedback علشان تعرف رأيهم then answer the following questions وبعدين جاوب على الأسئلة التالية طبعا المفروض احنا في الكلاس روم كل واحد هيكون عامل السكالبتشر بتاعته أو المنحوتة بتاعته حتى لو هي مش منحوتة بالكامل جمع بعض الأجزاء مع بعضها واستخدم أدهسف أو مادة لاصقة علشان يلزق البارت دي مع بعضها فهنا بيقول لك وري بقى السكالبتشر بتاعتك أو المنحوتة بتاعتك ليور كوليجز أو أصحابك في الكلاس روم وبعدين خد الفيدباك بتاعهم أو رأيهم وجاوب على الأسئلة التالية طبعا الأسئلة بتقول Did you like your sculpture؟ هل أنت بتحب المنحوتة بتاعتك؟ هتكتب هنا Yes or No What materials did you use؟ هتكتب هنا طبعا اسم الماتيريالز أو المواد اللي أنت استخدمتها في السكالبتشر دي وبعدين بيقولك Why؟ ليه؟ What adhesives؟ ايه هي المواد اللاصقة did you use اللي انت استخدمتها وبعدين why استخدمت ايه المواد اللاصقة اللي انت استخدمتها بيقول لك كمان is your sculpture real or abstract هل يا ترى المنحوتة بتاعتك بتعبر عن شخصية حقيقية ولا شخصية وهمية نبذة كده عن شخصية مش حقيقية do your friends like your sculpture هل يا ترى اصحابك حبوا السكالبتشر بتاعتك هتكتب هنا yes or no is there anything هل هناك اي شيء you want to change انت عايز تغيره هتكتب هنا برضو yes or no بيقول لك why ليه بقى هل يا ترى الشيء ده انت عايز تغيره ليه طبعا دي اسئلة كل واحد فينا ممكن يكون عنده اجابة مختلفة عن التاني خاصة بيها المهم ان احنا عارفين هي مقصود بيها ايه نتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا طبعا lesson 8 بيكلمنا عن working as a team او ان احنا نعمل كفريق طبعا لان زي ما قلنا قبل كده منهج discover بيناقش وبيهتم جدا بالteam work او العمل الجماعي فهنا بيقول لنا working as a team ان احنا نعمل كفريق وبيعرفنا ازاي نعمل كفريق وبيقول لك هنا انت كاتب هنا letter او message لاصحابك والteam بتاعك في الكلاس روم وبتقول لهم dear team members اعزائي أعضاء الفريق بتاعي I will أنا سوف وهتقول مثلا focus on the group's project هركز على المشروع بتاع الجماعة أو المجموعة بتاعتنا communicate my idea and thoughts وهوصل آرائي وأفكاري work with my group to set goals وكمان هشتغل مع الفريق بتاعي علشان نحط أهداف نحاول نوصل لها و طبعا اي حاجة تانية هتعملها معاهم هتكتبها هنا وبيقول لك في الاخر my signature
my signature أو التوقيع بتاعي، وهتكتب هنا اسمك. فهنا بيناقش التيم وورك أو العمل الجماعي، وبيقولك working as a team. نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكوا معايا. طبعا هنا بيكلمنا عن parts of the ancient painting، أو قطع من رسومات قديمة خاصة بالمصريين القدماء. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، دي طبعا رسمة بتعبر عن معركة حربية، دي المعركة الخاصة بكينج أحمس أو الملك أحمس، وهو اللي طرد الهكسوس من مصر. طبعا الهكسوس دول كانوا ناس جم احتلوا مصر، وجه كينج أحمس والمصريين القدماء وحربوهم وانتصروا عليهم وطردوا الهكسوس من مصر. فهنا بيحكي لنا عن الباتل دي أو عن المعركة دي، وطبعا الرسم ده أو البينتينج ده بيوضح المعركة الانشنت ايجيبشنز أو المصريين القدماء سابوها لنا وعرفونا المعلومات دي عن طريق البينتينج ده. فهنا بيقول لنا هنا الكاركترز أو الشخصيات، كينج أحمس هو الملك أحمس، ايجيبشن سولدرز الجنود المصريين، هكسوس سولدرز أو جنود الهكسوس، السيتنج أو المكان، النورثرن أوف ايجيبت في شمال مصر، الايفنتس أو الأحداث، البيجيننج كانت كينج أحمس أند سولدرز تريند اتدربوا، أند بلاند وخططوا ويل جيدا، تو ديفيت علشان ينتصروا، ذا كونكور أوف هكسوس ويقهروا الهكسوس. دي البيجيننج أو البداية. الميدل أو في المنتصف، كينج أحمس الملك أحمس أند ذا سولجرز والجنود، فوت بريفلي حربوا بشجاعة، إن ذا باتل فيلد في أرض المعركة، إند طبعا في النهاية، ليبريشن التحرر أوف إيجيبت حرروا مصر، فروم ذا أوكيوبيشن من الاحتلال، أوف ذا هكسوس الخاص بالهكسوس. طبعا هنا شوفوا البينتينج الجميلة دي، حكت لنا كل الحكاية دي، وحكت لنا عن الباتل دي أو المعركة دي، وعرفتنا ازاي هم بشجاعتهم قدروا يغلبوا الهكسوس ويحرروا مصر من الاحتلال ده. نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا يا أصحابي lesson 9 و 10 بيتكلموا عن البروجكت أو المشروع اللي المفروض ان احنا نعمله مع بعض. وهنا طبعا هم عايزين يعملوا حاجة زي play أو مسرحية المفروض ان احنا نعملها في الكلاس روم مع بعض مع التيتشر بتاعنا وطبعا الجروب بتاعنا او المجموعة بتاعتنا. طبعا بعد ما اتفقنا على التيم وورك او العمل الجماعي بتاعنا، هنعمل play او مسرحية ونخطط لها مع بعض. فاول حاجة طبعا التيتشر بتاعنا بتكلمنا بتقول لنا we learned احنا تعلمنا about sculptures عن المنحوتات، block painting القطع الصلبة الخاصة بالنقش اللي احنا قلنا عليها من شوية، gradient coloring تدرج الالوان اللي خدناه الدرس اللي فات، and geometric shapes والاشكال الهندسية. so let's make the props خلينا نعمل المستلزمات اللي احنا نستخدمها، and create the scenery for our play. scenery يعني منظر طبيعي، for our play وخلينا نعمل المنظر المشهد بتاع المسرحية بتاعتنا. فهنا صديقتنا بتقول لها props scenery، بيسألوا يعني ايه props ويعني ايه scenery. فالتيتشر هنا بتعرفهم فبتقول لهم props can be a piece of clothing ممكن تكون قطعة قماش، as jewelry كمجوهرات، نستخدم قطعة من القماش كأنها حتة مجوهرات، or something to hold as flowers أو حاجة ممكن نمسكها في ايدينا كأنها زهور، or food أو طعام. وبتعرفهم طبعا السينري هو ايه، فبتقول لهم but scenery لكن المنظر الطبيعي is the appearance هو المشهد وزهور of a place بتاع المكان، شكل المكان عامل ازاي، its structure الشكل بتاعه، decoration التزيين بتاعه، and items in it والعناصر الموجودة فيه كمان، which is suitable to the play اللازم تكون مناسبة للمسرحية. فهم طبعا هنا فهموا يعني ايه prop يعني ايه scenery. فصديقنا هنا بيقول لهم let's start acting خلينا نبدأ تمثيل. طبعا احنا كده خلصنا lesson 9 و lesson 10 وخلصنا كمان chapter 2. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو.
الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.